ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وكلهم يعصي، ما لا يسلم أحد من المعاصي، كلكم خطاء، خير الخطائين التوابون. وذو العرش يصفح يعني يغفر، كما في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا كان من أهل التوحيد ولم يشرك وإنما عنده معاصي دون الشرك فهذا يطمع في مغفرة الله عز وجل. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قد يغفر لهم وقد يعذبهم بذنوبهم لكن لا يخلدهم في النار. هذا هو المذهب المعتدل بين الإفراط والتفريط في أصحاب المعاصي. نعم.